خصنا نعرفوا بانه 6 ديال المغاربه غاديين في الشارع راه واحد منهم يعيش بفضل الصناعات التقليديه. الى رجعنا للاحصائيات الرسميه ديال الحكومه تلقاو بانه 2,300,000 ديال المغاربه يعيشون في هذا القطاع ديال الصناعه التقليديه، طبيعة الحال مع العائلات ديالهم كنطيحوا في السدوس ديال الساكنه المغربيه. ولكن حنا ما يهمنا في هذا الفيديو يعني هما يعني الصنف الانتاجي في الصناعه التقليديه ماشي الصنف الخدماتي، يعني هذا الصنف الانتاجي فيه تقريبا حوالي 1,300,000 ديال الحريفيه، وهذا الحريفيه مساكن الان يعني بسبب كورونا يعيشون واحد الموت سريري امام صمت الحكومه وصمت البرلمان وصمت المجالس المنتخبه. لكن يعني رب نقمه في طيها نعمه، يعني هذه الازمه ديال كورونا ممكن ان تكون فرصه لاقلاع هذا القطاع ديال الصناعه التقليديه وبالتالي اقلاع يعني الاقتصاد المغربي. وهنا غادي نستحضروا واحد الطريفه جميله كانت وقعت للحسن الثاني الله يرحمه لما استضاف الملك ديال السعوديه، اذ الحسن الثاني كان في العشاء مع الملك ديال السعوديه، يعني هذا الاخير اعجب بواحد الطبيقه صغيره اللي كنديروا فيها الخبز، فطلب من الحسن الثاني انه يعطيه شي كادو من هذه الطبيقه. علاش؟ لان احنا عاده كنصايبوا من بالدوم ولا من المبره، ولكن في الطابله ديال العشاء ديال الحسن الثاني مع الملك ديال السعوديه هذيك الطبيقه كانت مصيبه بواحد المهاره من واحد الجلد اللي كيتسمى تقشارت ديال الجلد. فالحسن الثاني يعني طلب بسيط، طلبوا منه صديق ديالو الملك ديال السعوديه، فامر باحضار 8 ديال الطبيقات باش يعطيهم ليه كادو في الغد. في الغد جاو المشاورين عند الحسن الثاني الله يرحمه فقالوا له يا ودي الله يبارك في عمر سيدي راه يستحيل اننا نوجدوا ديك 8 الطبيقات باش نعطيهم لك اليوم. علاش؟ راه السيد اللي كيصيبهم طلبات 8 شهر، وهاد الطبيقات يعني 8 يعني كل طبيقه كتاخذ ليه شهر، وهاد السيد هذا كيصيبو وحيد اللي كاين في المغرب سميتو بن عثمان بين قوسين راه مات الله يرحمه في مراكش، وهاد بن عثمان كان كيخاف على الصنعه، كان كيخاف على الحرفه ديالو لان ما عنده حتى شي ضمانات، ما عنده لا حمايه لا تامين لا شي تقاعد الى اخره، وبالتالي مسكين كان خايف على ديك المهنه ديالو، ما كانش كيبغي الاسرار ديال المهنه يعطيها لشي واحد. ففي ذاك الوقت امر الحسن الثاني بتوفير كل الضمانات الاجتماعيه والقانونيه لهذا السي بن عثمان، بل وامر بتوظيفه في السلم 10 حتى يطمئن على مستقبله المهني وعلى مستقبل اسرته. وانذاك السي بن عثمان الله يرحمه يعني كشف الاسرار لهذه الحرفه وانقذنا بفضل هذاك القرار ديال التوظيف ديالو في السلم 10، انقذنا هذه المهنه من الاندثار، والان الحمد لله المغرب يتوفر على العشرات من الحريفيه المهاره في هذا المجال ديال تقشارت ديال الجلد. يعني هذه القصه اللي حكاها يعني الاستاذ عبد السلام الرغيوي احد ابرز يعني الاطور ديال وزاره الصناعه التقليديه، وكان مدير جهوي سابق في فاس وفي مراكش، وحكاها في واحد الندوه قيمه احتضنتها يعني مدينه فاس من طرف اللجنه الجهويه ديال حقوق الانسان حول واقع المدن العتيقه في المغرب وحفظ الذاكره ديالها. يمكن ان نستخلص منها ثلاثه ديال الميساجات او ثلاثه ديال الدروس. الاولى وهو انه يعني الحكومه المغربيه يعني وكافه الاجهزه العموميه اللي تحت منها يعني مطالبه بالتدخل لانقاذ هذا الكنز الذي نتوفر عليه الا وهو الكنز ديال الصناعه التقليديه، خاصه وان اليونسكو تعتمد واحد البرنامج من 2009 والمغرب انخرط فيه ديال حمايه هذه الكنوز، هذه الكنوز الانسانيه. وحنا خسرنا فلوس يعني الملايير اللي حطيناها في تثمين وانقاذ هذا الشيء ديال الصناعه التقليديه، والان يجب ان تكون واحد المحطه لمساءله السلطات العموميه على حمايه هاد القطاع خاصه وانه من اصل 200 حرفه الان توجد حوالي 40 حرفه مهدده بالاندثار. الميساج الثاني وهو انه يعني المشرع المغربي يجب عليه ان يلزم يعني كل المؤسسات العموميه وكل الشركات والابناك والفنادق من تبغي تبنى في كلناش التحملات يجب ان يكون واحد المقتضى يتضمن الزاميه استعمال المواد ديال الصناعه التقليديه ديالنا ديال المغرب، سواء تعلق الامر بالحديد ولا بالخشب ولا بالزرابي ولا بالقبس ولا بالتاتيت الى اخره، من جهه لضمان واحد الوجه ديال المغرب ومن جهه ثانيه لترويج يعني القطاع ديال الصناعه التقليديه. ثم الميساج الثالث يتمثل في ماذا؟ يتمثل في ان المواطن المغربي المستهلك لما يذهب لشراء واحد المنتوج يعني فرنسي ولا تركي ولا ياباني ولا صيني ولا غيره، من الاحسن انه يشتري منتوج مغربي. علاش؟ لانه يعني غادي يشجع يعني المنتوج ديالو المغربي، وفلوسنا غادي تبقى عندنا هنا عوض ما نعطيوها حنا للاتراك ولا نعطيوها للشناوه ولا نعطيوها للفرنسيس ولا نعطيوها للطليان ولا نعطيوها للبرتقيز ولا نعطيوها للجابون. ثم ميساج اخر هو مهم وهو انه الحكومه مفروض يعني كيف ما ان منصب مالي واحد كان خداه الحسن الثاني واحمى هذه الحرفه ديال تقشار ديال الجلد،
يعني الحكومه مفروض فيها الان انها تفكر يعني على حسب الوزارات كلهم المعنيه بهذا الموضوع، سواء التعليم سواء الصناعه التقليديه سواء السياحه الى اخره، في تطوير يعني هذا المنتوج الصناعه التقليديه، بمعنى المصاحبه ديال هذه الصناعة التقليديه في مسيره هذا العصر، من جهه لضمان اشعاع وتالق ديال الحرفه ديال الصناعه التقليديه في المغرب، ومن جهه ثانيه الحفاظ على هذا الموروث اللي كنتميزوا به في المغرب.